بسم الله الرحمن الرحيم. في استعدادا للمشاركة في مسير وادي القنوت، سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الآباء الكرام، الاسم الكريم حميد بن علي بن سعيد السعيدي. شيخ حميد، بداية أريدك تعطيني فكرة عن البلد وادي القنوت. نعم. ما الذي يوجد فيها؟ يوجد فيها خير واجد، مثل نعم. أهلنا عاش فيها القنوت، نعم، واستمروا، لكن الوقت ما هو اللي الحين. نعم. الوقت كانت متألفين بعضهم بعض، ما شاء الله، ومستمرين في تعليمهم. نعم. مستمرين في جهدهم، مستمرين. يطلع واحد من أهل البلد، نعم، يصير السوق يشتري أغراض، نعم، يجيب له يعني حاجة بسيطة، مثل سمك، نعم، يصلح ذاك السمك ويشويه ويجهزه حتى، نعم، يوصل الحارة ويوزع على كثر ذاك السمك، ما شاء الله، وكلهم الناس يستفيدوا منه. نعم. في الآن أصبحت شوية قلوب الناس متباعدة، نعم، ما مثل أول غير قلوبهم. الصبح يتقهوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، الظهر كذلك، العصر كذلك، الرمسة كذلك، نعم، مستمرين يعني. يمكن الوظائف شغلت الناس وبعدتهم. هو شغلتهم، لكن المكان ما مستمر مثل الأول. نعم. مثل المكان ما هو. نعم. الناس تخيلت إن سكنوا على نزلوا الباطنة، ونزلوا المناطق الثانية، الذي نزلوا في الخابورة، والذي نزلوا في صحم، والذي نزلوا في الديل، والحمد نعم. لله متعايشين ومتألفين مع بعض، وهذا نتمنى يعني منهم كلهم هذا الكلام. نعم. هذا الذي نرغب فيه. ما أهمية يعني وجود هذا الجمع اليوم الذي يقبل إلى وادي القنوت للمشاركة في برنامج وملتقى وادي القنوت للمشي؟ ما أهمية مثل هذه الملتقيات؟ والله أهم شيء هو هذا اللقاء، أولا معرفة الناس، نعم، وتآلف الناس. احنا واحد يجيك من صوب مسقط، من نعم. من ولايات الثانيه، كلهم ودهم انه يشاركوا. صدقت. وهذا اللقاء هو هذا الاحسن شيء. نعم. واسطه ان انا بصير بالمثل مع رعاه الخابوره، وبصير مع رعاه السويق، وبصير نعم. من بركه، وبصير نزوه، وبصير يعني انا اصير مشان الناس الثانيين يعني معرفتهم هذه. نعم. واحنا نلتقي هنا، يصيروا الاخوان ذيلا في وادي الصرمي، وادي نعم. شافان، نعم، وادي الحواسنا، مستمرين يعني على طول. نعم. على طول هذا ما شاء الله اللقاء، مستمرين على طول على كل وقت. عرف عن العمانيين يعني عادات جميله من التواصل والتلاقي وما شابه ذلك، كيف ممكن نغرس هذه القيم الجميله في الابناء؟ والله هذا الأمل والمطلوب إنه يكون هذا. نعم. أملنا كذا يكون. نعم. أنا لكن الأخوان والأولاد الذي الآن بعدهم شوي، الذي الحين نتأمل فيهم خير. نعم. أما الأولاد الصغار هذه ما يفكروا يعني مثل هذا الكلام. لو أنت ترغب إنه بالمثل والله يكون ولدك إنه مستعد ويشارك ويسير ويجي. لكن معرفتهم زينة بعد. نعم. معرفتهم زينة ولقاهم زين. ما شاء الله أصبحت الناس الدراسة الآن. إيه كذا صدق. الدراسة يعني أصبحت. بعض يعني القرى العمانية الناس هجروها، كيف ممكن نشجع يعني الناس للعودة إلى هذه القرى والبلدات العمانية الجميلة؟ الآباء اجتهدوا فيها، شقوا من الجبال يعني مدرجات زراعية، نعم، وأفلاك والماء، وزرعوا الأماكن الخشنة. كيف ممكن نشجع الأبناء الآن للعودة إليها؟ عسى يكون أمل. أهم شيء يكون البلد فيها شارع، نعم، ومكتملة كل شيء، شارع قار، نعم، وكهرباء، والأشياء كلها تستوي. هذا تستوي. هذه البلدة الجميلة وادي القنوت، ما الذي تحتاج إليه؟ والله تحتاج احنا أهم منا أكثر شيء الشارع. نعم. أهم منا الشارع، جزاهم الله خير، الحكومة ما قصروا. نعم. بجهود والي المنطقة والمشايخ الذي شاركوا، والأخوان الذي شاركوا معنا في المشي السابق، نعم، هم الذي خلونا نحصل أقل حاجة 8 كيلو من هذا البقاء. نعم. والحمد لله، لأساس إنه ما قلنا لهم لا أحد يتكلم، لأساس إنه هذا الأولاد الذي موجودين هنا، نعم، يعني ينقلوا الصباح في أيام البرد وأيام الصيف وأيام يعني وأيام المطر وأيام هذا القار. الحمد لله الآن الذي موجودين هنا هم شوية تريحوا أكثر، الحمد لله، وهذا الأمل وهذا الطلب الذي نطلبه بس. نعم. ماشي، الحمد لله الخير موجود. رسالة أو نصيحة تحب أن تقدمها لمن يزور البلدة؟
والله ما بيقصر الأخوان الذي موجودين هنا جزاهم الله خير، يعني متآلفين متحابين مع بعضهم بعض. نعم. وهذا نتأمل فيه، نتأمل الذي يكونوا مع بعضهم بعض، ونتأمل يكونوا متآلفين مثل قبل عادات شيابنا وأهلنا الذي موجودين سابقا. سابقا يعني موجودين كل شيء، ناس عبارة ساكنين في البلد عالي في القنوت. نعم. وناس ساكنين في السيح برا خارج البلاد. نعم صدق. ولكن الأخوان كلهم مع بعض. صدق. مع بعض أي شيء. ناس أول كان ماشي موجود سيارات، ما موجودات أي شيء على حيلة الحيوانات الذي ينزلوا فيه يسيروا فيه. نعم. لكن موجود الحمد لله التآلف موجود، وأهم شيء. نعم صدق. وأهم شيء التآلف بين الأخوان. نعم. ولحد الآن هذا بنطلبه بس منهم. نعم. يعني يسد مع بعضهم بعض، واللقى مع بعضهم بعض، والذي عبارة يزور البلد هذا ويحصل هذا اللقاء مع الناس، مع الناس الذي موجودين هنا. نعم. يرغب ويرغب الأخوان الذي موجودين يجوا من برا. صدق. جزاك الله خير. سعدت بالحديث إليك. وإحنا جزاك الله خير. بارك الله لكم في هذا البلد. بارك الله. وأنزل لكم الخير والبركة. جزاكم الله خير يفضل. على المشاركة. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سعدتونا ولقانا معكم. الله يحفظكم. بارك الله. الله يحفظكم. جزاك الله خير.